أخبار الثالثة من 218 نستهلها بالعناوين. الجارديان: ضخ النقد في الأسواق الليبية يفاقم الأزمة المالية. ليبيا على طاولة مجلس الخارجية الأوروبية. العثور على حطام الطائرة المصرية المنكوبة شمال القاهرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت صحيفة الجاردين البريطانية إن إغراق الأسواق الليبية بعملات متضاربة لا يمكن استبدالها في البنوك سيزيد من معدلات التضخم ويفاقم الأزمة المالية. وقالت الصحيفة إن السجال السياسي بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب أدت إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية في ليبيا. الصحيفة قالت إن مؤسسة دي لارو البريطانية لطباعة الأموال وهي المصدر الأول لطباعة العملات الليبية ستقوم بإرسال ما قيمته مليار دينار ليبي خلال شهر رمضان بعد أن أرسلت ما قيمته 70 مليون دينار إلى ليبيا الشهر الماضي. وأضافت الصحيفة أن هذه المبالغ تأتي في وقت أعلن فيه محافظ المصرف المركزي علي الحبري طباعة 4 مليارات دينار بمساعدة روسيا. وتحمل تلك العملات أرقاما تسلسلية وأمنية وعلامة مائية مختلفة وفق ما ذكره دبلوماسيون أوروبيون. يأتي ذلك فيما تستضيف العاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر القادم مؤتمرا اقتصاديا لإعادة إعمار ليبيا. المؤتمر الذي ستنظمه جمعية الشرق الأوسط والمؤسسة الليبية للاستثمار تحت اسم المنتدى الاقتصادي الليبي البريطاني سيركز على الحاجة الماسة لإعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا، وسيجمع مستثمرين بريطانيين ودوليين إضافة إلى كبار الممثلين الحكومتين من المملكة المتحدة وليبيا بحسب بيان رسمي. البيان أضاف أن المنتدى سيركز على الفرض في مجال البنية التحتية والطاقة والتمويل، فضلا عن إعادة تأهيل المجتمع المدني والرعاية الصحية وأنظمة الرعاية الاجتماعية في ليبيا. أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الملف الليبي سيكون حاضرا بقوة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل الاثنين المقبل. نادال وفي تصريح للقناة الثانية الفرنسية قال إن الاجتماع الذي سترأسه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية فيدريكا موغريني سيناقش الوضع في ليبيا ومراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، كما سيبحث أيضا تمديد المهلة البحرية أو المهمة البحرية صوفيا لمكافحة تهريب البشر أمام سواحل ليبيا. قال الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني في لقاء مع محطة آيتيليا الإيطالية نشرته رويترز اليوم السبت أن قوات الجيش لا يمكن على الإطلاق أن تنضم لحكومة الوفاق الوطني قبل حل الميليشيات المتحالفة معها على حد وصفه، مضيفا بأنه ليس له أي علاقة بالسراج في الوقت الحالي. وفي معرض حديثه عن الجيش قال إنه لا يعتقد أن قضية توحيد القوة مهمة بالنسبة للسراج لأنه يعتمد على عدد من الميليشيات ونحن نرفضها، ولابد أن تنتهي الميليشيات وبالتالي نحن لا نتعامل مع هذه الفئة على الإطلاق، حسب قوله. يعترف العالم أن تحويل الميليشيات المتقاتلة إلى جيش وطني باستطاعته دحر داعش هو أمر غير هين ويستغرق وقتا طويلا، لكن تدريب وتسليح الميليشيات التي تعلن ولاءها لهذه الحكومة هي خطوة في هذا الاتجاه. كما يرغب العالم أيضا في قيام الحكومة بتشكيل قيادة عسكرية موحدة لكل البلاد، ويعمل ما بوسعه أيضا لتعزيز سلطتها، ومن ذلك عرقلة الأمم المتحدة لصفقة بيع نفط من قبل حكومة البيضاء. لكن التحديات التي تواجهها حكومة السراج تظل قائمة وتتطلب جهودا مضنية لتجاوزها، أولها وأهمها الحصول على اعتراف بها من الفرقاء الليبيين. فالجيش الوطني بقيادة الفريق حفتر يدين بالولاء للبرلمان الذي لم يصدق على تشكيلة الحكومة بعد، وإن كان قد اعترف بالاتفاق السياسي.
كما أن الجيش يرفض أيضا الاعتراف بالمجلس الرئاسي وقراراته، حيث يرى في تشكيل الحرس الرئاسي أمرا مريبا وتعديا على اختصاصات القوات المسلحة، وأن استعانة الرئاسي بالميليشيات لحمايته خطيئة لا تغتفر. فقد أعلن الفريق حفتر أكثر من مرة وبصريح العبارة أن جيشه سيظل يقاتل حتى لا يبقى هناك أي تنظيم أو سلاح خارج سيطرة الدولة، لأن القبول بهذا الوضع سيعيد القضية إلى المربع الأول وسيمنع أي حكومة من القيام بواجباتها. أجرى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة اللواء محمد المدني الفاخري ليلة الجمعة جولة ميدانية مفاجئة للوقوف على عمل الدوريات الأمنية التابعة لغرفة العمليات المشتركة في عدة نقاط داخل مدينة بنغازي. ورافق الوزير خلال الجولة مدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية سراج الحاسي إن الجولة تهدف إلى تفقد عمل الدوريات الأمنية وكيفية أداء عملها ومدى جاهزيتها خلال حملات التفتيش على المركبات لضبط المخالفين. من جهته قال الفريق علي كنا أن عسكري مكونات فزان جاهزون لتأمين مدن الجنوب الليبي بالكامل ودعم المدن من خلال حفظ النفط والحدود وتوصيل المياه لمناطق الشمال من النهر الصناعي لإمادة عجلة الإنتاج الزراعي والحيواني وحفظ الأمن. كنا وفي تصريحات إعلامية أكد بأن العسكريين نالوا شرعيتهم من الشعب، وهي أقوى من الشرعيات الأخرى المتمثلة بوجود حكومتين وقيادتين، مؤكدا أنهم سيكونوا على الدوام سندا لكل المناطق التي طلبت مساعدتهم لإعادة الحياة الطبيعية لها، مضيفا أن أهداف العسكريين هي وحدة ليبيا ودعم المصالحة التي يعمل من أجلها الشيوخ والأعيان بروح وطنية. جددت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة تأكيدها على أهمية تطبيق الاتفاق السياسي كأساس لإعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، ونددت الوزارة بالعقوبات التي فرضت على رئيس مجلس النواب، مناشدة من فرض هذه العقوبات إلى سرعة إعادة النظر فيها. وحثت الوزارة والمجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات على تحكيم لغة العقل وانتهاج خط واضح يقود إلى وفاق وطني حقيقي وشامل لكل الأطراف السياسية في ليبيا. وقالت في بيانها ينبغي التوجه إلى مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الوطنية والدستورية التي تضمن الخروج بحكومة توافق حقيقي في هذا الوقت الذي زادت فيه وتيرة الاغتيالات والخطف والقتل الذي طال مختلف الفئات العمرية بداية من الأطفال وحتى النساء. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن تلبية الاحتياجات الإنسانية لليبيين يجب ألا تكون رهينة للأوضاع السياسية. كوبلر وفي لقاء جمعه بممثلي المؤسسات الدولية والسفراء في تونس حث المانحين على ضرورة تقديم المساعدات لليبيا بأسرع وقت ممكن، ووصف اللقاء بالمثمر، وأنه جاء استكمالا لمجموعة من اللقاءات عقدها في طرابلس مع مسؤولين ليبيين لبحث الموضوع ذاته. شهدت سوسة بالجبل الأخضر أمس تظاهرة شعبية لتأكيد دعمها للمؤسسة العسكرية واحتجاجا على عمل حكومة الوفاق دون منح الثقة من مجلس النواب. مدينة سوسة حاضنة البحر والجبل، يلتحق أهلها بوقفة أهالي طبرق فيتجمعون في ساحة الاعتصام، يتظاهرون يحتجون رافضين حكومة الوفاق الوطني، مؤكدين دعمهم الكامل لمجلس النواب والجيش الليبي. هنا ساحات الجبل الأخضر، هنا لسان حال شعب قدم قوافل شهداء فداء الحرية والوطن. لهذا نؤكد على الآتي: أولا، القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها العليا وقيادتها العامة ليست محلا للمساومة. الدوس على العلم الأمريكي وتمزيق نسخة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات إشارة واضحة من المتظاهرين لوسم حكومة الوفاق المرتقبة بأنها تحت الوصاية الأجنبية.
إعلانات إملاءات فيينا والعقوبات على السيد رئيس مجلس النواب مرفوضة جملة وتفصيلا. لكن هذا لم يمنع دخول القضايا الداخلية في خطاب المسيرة، فطالبوا بتحرير سرت لما فيه من صون لوحدة التراب الليبي، كذا المطالبة بعودة النازحين والمهجرين داخل ليبيا وخارجها. اليوم نتواجد بمدينة سوسة، اليوم وقفة في هذه المدينة المجاهدة، وقفة لدعم قرارات السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا داعمين للقيادة العامة للجيش الليبي. حضر المظاهرة نواب من المجالس البلدية لمدينتي شحات وسوسة وبعض النشطاء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام. الجالية المصرية من المقيمين في الجبل الأخضر كانوا أيضا هناك. نهني الشعب الليبي بانتصارات جيشه العظيم، كما نهني حكومتنا وشعبنا المصري بانتصاراته ضد الخارجين عن القانون. مصر أم العروبة وقلبها النابض، نعزيها في حادثة سقوط الطائرة طائرة الركاب فجر أمس، سألين الله أن يجعل مثواهم الجنة. في ختام وقفة سوسة الاحتجاجية كان البيان الذي أكدوا فيه أن القوات المسلحة وقياداتها العليا ليست محلا للمساومة، ودعوا الوزراء عن برقة في حكومة الوفاق للانسحاب الفوري، وأن لا حكومة تعمل إلا عن طريق الثقة الممنوحة من مجلس النواب. اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم السبت مع وزير الدفاع المفوض بالحكومة المهدي البرغثي. الاجتماع تناول الترتيبات الأمنية والوضع الأمني في البلاد بشكل عام وبنغازي خاصة، وبحث السراج مع وزير الدفاع المفوض تفاصيل الجهاز الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا. بعد مرور قرابة الشهرين من وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، يستمر تردي الأوضاع المعيشية للمواطن. منذ أن وصل الرئاسي طرابلس، تشهد البلاد أخيرا بداية نهاية أزماتها المتواصلة منذ 5 سنوات. هذا ما كان يأمل أو يتوقع البعض سماعه بعد دخول حكومة توافق الأطراف عليها، إلا أن الواقع وعلى أرضه يرصد ملامح شعب باتت شاحبة رسمتها كبوة، بل كبوات حالت بينه وبين قوته الذي التهمته نيران الأسعار. معيشيا ولساعات طويلة متواصلة يستمر انقطاع الكهرباء في وقت بات من المفرح فيه توفر رغيف خبز في بيت المواطن، نظرا لندرة توفرها وازدياد أسعارها، شأنها شأن أغلب المواد. معاشات توقفت دون أن تستأنف منذ عدة أشهر، تضع المواطن على شفا الانهيار، تائها بين ازدياد الأسعار من جهة وعدم توفر المال من جهة أخرى، ليصطف في طوابير باحثا عن الأمل في شبابيك المصارف فسالت دماؤه وتجمدت السيولة. دخول حكومة السراج لطرابلس تلته فرحة لم تكتمل، فالهبوط المفاجئ لأسعار الدولار لم يدم فعاد لما كان عليه، بل تضاعف لأكثر من ذلك. كسحابة صيف تأخرت، أمطرت فأثقلت كاهل مواطن يرجو رحيلها وهو يترقب للقادم المبهم لمستقبل مجهول يبحث من خلاله عن حلول ذاتية بديلة لثغرات الأمل التي طال انتظارها. غادرت ناقلة تابعة لشركة جلنكور الجمعة مرفأ مرسى الحريقة يوم أمس الجمعة بعد تحميلها أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام. وبحسب مصادر تجارية وملاحية فإن المؤسسة الوطنية للنفط